بصراحة نزلوا على أنهي تيرمينال بصراحة. لا مظبوط، ثلاثة مظبوط. ما أنا ما عنديش والله خبرة يا أستاذ أسامة، فمش عارف. هو أنا حجزت لهم لما نزلوا، حجزت لهم نزلوا حتى ترانزيت في مطار جدة أو الرياض تقريبا. قعدوا قعدوا ساعتين، وبعد كده كملوا الطيارة الثانية برضو على المانيلا. فهو ترمينال 3 هو ده الطيران الغريب. اي طيران غريب، طيران الصين، طيران هونج كونج، اي طيران غريب سعودي الاماراتي بينزل على الاجنبي. طيران الاجنبي تمام، لكن الطيران اللي هو شد وضع الحبل انتوا عليه. النت فصل ولا رجع ولا راح فين؟ طب الحمد لله. فالترمينال 1 ده اللي هو الثلاث طيارانات دول اللي هم فليبين ايرلاين وسيو باسيفيك وايشا ايرلاين او ايشا اير تمام، لكن بقيه المطارين التانيين اللي هو 2 و3 بينزل عليهم، والغالبيه بينزل على 3. هو مطار صغير بس حلو يعني، لكن مطار واحد ده اللي هو الدولي بتاعهم اللي بينزل عليه الطيران بتاعته. على العموم اللي احنا هنتكلم فيه النهارده الموضوع ان العشق الممنوع، طبعا هو موضوع صغير بس يعني ايه حبيت ان انا اتكلم فيه. ان في ناس كان من قيمه 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور في مشكله كانت حصلت ما بين دوله عربيه والفلبين على موضوع العماله المنزليه وبتاع والكلام ده كله، والناس مسكت وزيره العمل اللي توفت قريب دي ومسكتها سلختها سلخ ما بعده سلخ والله العظيم، من سب وشتيمة وقلة أدب على السوشيال ميديا في بلادهم. يعني هي كانت رايحة ضيفة عندهم، سب وشتيمة وقلة أدب ومسخرة وقزارة، ما أقول بعدها غير قزارة 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 يعني. وبعد كده لما حصل خلاف وأدت أن الوزيرة ديت منعت العمالة لمدة معينة، ف زادت السب وزاد الشتيمة، وبعد كده لما يعني اتحلت المشكلة تمام واتحلت برضو بمزاج الفلبين مش بمزاج اي دولة تانية، ما هم بيدوروا على مصلحة عيالهم، واللي بيدور على مصلحة عياله يعني هو بيدور على مصلحة بلده ومصلحة الناس اللي شغالين معاه. فنفاجأ ان الناس ديت كانت بتسعى ان هي تروج لسياحة خارجية خارج الفلبين، وده برضو من حقهم، بس ما تشوهش في دولة زي الفلبين. يعني ما عشان تسوق للسياحة بتاعتك انت تقوم مسوق في سمعة الفلبين وفي دولة الفلبين. شوفوا 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 الناس بتقتل في بعضها، شوفوا شوفوا دولة نسبة الجرائب مش عارف ايه، قاعدين 24 ساعة للسقطة واللقطة، لدرجة ان انا قلت الشخص ده يوم من الايام حط بوست مش عارف موتوسيكل خبط حمار او خبط حصان وعمل عليه ضجة يعني لدرجة. فدلوقتي حضرتك هو بقى ايه العلاقات متحسنة مع الفلبين، وزاد على كده كمان ان فشل في ان هو يسوق للدولة اللي كان بيسوق لها وما لقاش حاجة تمام الا ان هو ايه يرجع صاغرا ان هو يطبطب على الفلبين. فطالع يقول ولقد فقدنا، هو انا حاسس ان هو طالع يعمل نشرة اخبارية، ولقد فقدنا عزيز غالي ومش عارف ايه وكده، شويه الدباجه بتاعته دي كده، صاحبه الابتسامه الجميل. ما انت كنت بتسبها يا ابن الحلال من كام يوم. نفس الناس اللي بتتكلم عن السوء او الشيء السيء في الفلبين يلتزم على نفس مبدأه ما يغيرش. انت بتكره الفلبين خليك ماشي على طول بتكره الفلبين، انت بتحب الفلبين خليك ماشي على طول انت بتحب الفلبين، لكن ان انت تفضل تتلوى النهارده مصلحتي مع الفلبين حبيبتي وكفاءه، ان بكره مصلحتي ضد الفلبين تولع بجاز، ده هطل يعني. فاصبح بالنسبه لي انا عملت الفيديو النهارده وعملت البث المباشر بعنوان العشق الممنوع، بحبه ولا اقدرش على بعده. هي الكلمه اللي انا هقولها، فليكم الراي. ونبتدي اكبرنا سنا الاستاذ اسامه، اتفضل يا استاذ اسامه. الله يسلمك ويحفظك أخ أبو أحمد. بس في شغلة من وجهة نظري أنا الشخصية، إنه يعني لما كان في الخلاف اللي صار بين الفلبين بشأن العمالة المنزلية وتم حلها، تم حلها بتوافق الطرفين، يعني ما كان في مزاج أي واحد لا من طرف الدولة الفلبينية ولا الطرف الآخر، بالعكس كلامك صحيح.
كل واحد حاضر. هذا انا اخطات في التعبير، اخطات في التعبير. احسنت احسنت اخو احمد، يعني كل واحد، فهذا خلينا نتجاوز عنه لانه في ناس كثير تحاول تصطاد في الماء العكر، لكن الامور هيك تمام الحمد لله رب العالمين، والامور طيبه بين جمهوريه الفلبين والدول الاخرى، هذا اللي احنا بدنا اياه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، يعني يعني اي واحد بده يحكي عن الفلبين، بده يحكي عن جمهوريه الفلبين، بده يحاول ينتقص من حقها وكذا، بده يعرف انه يعني ينظر على نفسه في المراه، هل هو فعلا انسان كامل ولا لا؟ هل هو فعلا انه في كل الصفات اللي ما في حدا زيه في العالم، ما في منتقد، هو دائما صفحه بيضه؟ صدقني الانشاء اللي بنشوفه احنا بالفلبين، يعني انا من الناس اللي سكنت في الفلبين بالثمانينات وشفت وعاشرت الشعب الفلبيني، شعب مضياف، شعب طيب، اذا كنت انت تحترمه، اذا بتتعامل معه في دولته كانه مواطن في بلده، مش انه انا جاي حتى من بلاد برا اجي اتعال عليه. هذا شيء نقطه مهمه جدا. اذا للاسف معظم الدول، وخلينا نحكي في الدول العربية، ينظرون، وحتى على فكرة يعني دول حتى شعوب آسيا زي اليابان وشلتهم، ينظروا دائما للشعوب الآسيوية إنه اللي هي زي الفلبين وفيتنام كذا، إنها شعوب فقيرة بحاجة إنها هي تورد العمال، العمالة، الأيدي العمال الرخيصة فيها، ونحاولوا إنهم يستغلوا. بس يغيروا وجهة نظرهم، بقالهم فترة بيبتدوا يغيروا وجهة نظرهم. أستاذ أسامة، مهما غير، وشوف مين بغير وجهة نظرهم، لأنه أنت الجمهور، الدول هاي عادي بتتصاعد مش بكيفهم. يعني أنت لما تيجي لما تيجي تثبت أنت، أنا هذا بدي أحكيك، لما يكون في تصاعد. أنا متكلم دلوقتي تايوان فتحت الفيزا للفلبين، دولة زي أستراليا فتحت الفيزا للفلبين، تمام. انت انظر 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 انت ل... يعني حكينا البثوث اللي فاتت قبل هيك، شوف انت الفلوجرز اللي بينزلوا على الفلبين في الوقت الحالي، بقول لك انه هل احنا فعلا في، لما ينزل على مانيلا خصوصا، لانه معظمهم بينزلوا في مانيلا، هل احنا في مانيلا؟ هل هي مانيلا اللي احنا نعرفها؟ لا، الكل بصورها انها عباره عن عشاش وعشاش وعلب صفيح ولا اخره. لا لا لا، فيها تطور كبير من ناحية الحضارة المعماري، من ناحية الطرق، بلد فيها 20 مليون، مانيلا عاصمة فيها 20 مليون، شوف انت شبكة الطرق الهائلة اللي هي بتصدمه يا أستاذ أسامة. بتصدمه فعلا. بتشوف انت، بتشوف حياة اخرى، بتشوف انت زي ما حكينا هذيك المرة، انت مستعد في مانيلا، نحكي عن مانيلا لانه اللي هي العاصمة، لا مستعد انك ما يكون عندك سيارة، بمساعد انك تستخدم بس وسيله المواصلات، تروح وتطلع. اي نعم في ازمه، لكن انت اخونا مهدي، اعرف افتراض اخونا مهدي كان بيبيع في المكنه بتاعته من كام يوم على على الجروب، تمام، شايف مكنه انت صغيره، ما مكنه ببطاريه بتشتغل ورخيصه وبتمشي وبتقضي مشاويرك في منال. صحيح. بتقدر يعني ملخص، هذا بحكي العاصمة مانيلا، وطبعا هذا بلحقها في المدن الكبيرة، ما بالك في الأقاليم والأرياف اللي الله سبحانه وتعالى يعني حباها بطبيعة خلابة، يعني الطبيعة اللي فيها تضاهي اللي هي الجزر الأخرى زي المالديف وإندونيسيا وسريلانكا. سبحان الله، يعني حتى معظم الأفلام الأجنبية اللي كانت تدور في الأدغال بيروحوا على الفلبين. الفلبين شعب مثقف، غالبيته يتكلم اللغة الإنجليزية، وفي منهم كثير يعني يعني ما بتتغلب انت هناك، ما بتتعب. ملخص الحديث عشان ما نطول على الجماعة، انه يعني يجب ان انت بدك تنظر على جمهورية الفلبين، بدك تنظر لها انه دولة فعلا تحاول قدر الامكان انها تصبح من نمور آسيا، تحاول أن تصبح من نمور آسيا. الاستثمارات التي فيها